فإذا سجد فيجب عليه أن يسجد على الأعضاء السبعة، فإن لم يفعل بطلت صلاته، لأن سجوده لا يصح، لما في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اليدان يعني وهما الكفان والركبتان والقدمان يعني أطراف القدمين والجبهة والأنف. بعض الناس ربما يسجد على جبهته، أنفه لا يصيب الأرض، فالصحيح أن سجوده لا يصح، بذلك لا تصح صلاته. بعض الناس وهو في سجوده يرفع أطراف الأصابع عن الأرض أو يرفع قدما دون الأخرى، هذا لم يسجد على الأعضاء السبعة. والصحيح من قولي العلماء أنه لا بد أن يسجد على العضو بأكمله، ولا يجزئ أن يسجد على بعضه. ولذلك بعض الناس، طبعا الواجب في السجود أن تسجد هكذا، بعض الناس إذا ويمكن من الأرض، طبعا بعض الناس إذا سجد، وهذا يحصل كثيرا عند الشباب في مثل هذا العصر، يسجد هكذا، هنا لم يسجد على جميع الكف، فليتنبأ لمثل هذا الأمر.